وقود اللي هو البترول. بترول. طيب لما كان النهارده ب 50 كان يبقى مليار ولا مليار و100 ولا حاجه. لما يبقى 80 و90 و100 و100 اكتر من كده الفاتوره هتكبر مننا تبقى 2 طبعا 2 و100 2 و200 عبء طبعا. شوف في الاخر انت لازم تخش محطه البنزين وتلاقي بنزين، وتخش السولار تلاقي سولار، والمعدات اللي بتشتغل في كل حته في مصر تلاقي الوقود بتاعها. طيب نرجع بقى طب الغاز بقى، عشان كده لما قلت ان الغاز كان كرم كبير من ربنا الحمد لله، الغاز بالشكل السوداء بقى اكتر. احنا بنستهلك غاز باسعار 4 دولار للوحده لانتاج الكهرباء في مصر 2 مليار دولار في الشهر. طب يا يوسف بقى انا ما عنديش انتاج غاز، كنت هشتري الغاز ب 20 و30 دولار للوحده. يعني ال 2 مليار دول كنت هدفعهم 10 و12 في الشهر. طب كنت هدفعهم؟ لا معيش. نعمل ايه؟ هستلف. لا هتستلف ايه؟ مش هجيب. لا مش هجيب، وهطفي. اطفي. اعمل ايه؟ عرفت ليه انا ببقى زعلان ومتألم؟ عرفت يا يوسف؟ فاهم يا فندم. عرفت بقى احنا بنتكلم في وادي، خليها فيك انت، خليها فيك انت، وانت في وادي تاني. ايوه. وانت ايه؟ ماشي. في وادي تاني. وادي تاني خالص، تلاقي حاجه. وايه المهم الكلام مترتب كده ورا بعض ومتنظم، يوسف بيتكلم يعني، واسمعوا بقى عشان ايه؟ هنعلمكم تتكلموا بقى. هنعلمكم تقودوا بلد يعني. هنعلمكم تحلوا مسائل. هنعلمكم تدوا حقوق للناس. ايه ده ايه ده؟ لسه تاني؟ لسه تاني مش كفوكمش اللي عملتوه؟ ياه. عرفت زعلان ليه؟ ولا عاش ولا كان اللي زعلك يا فندم؟ لا انا زعلان، انا زعلان عليها، على البلد. البلد في ايد امينه يا فندم. لا ربنا يامنها. لا والله. انا عايز اقول لك يعني ايه؟ طب بقى خلي بالك الدولار اللي احنا بتاع الغاز اللي احنا بنتكلم عليه ده. أنا قلت النهارده 17 مليون وحدة بتدفع أقل من 50% من ثمن الكهرباء. على إيه؟ على بـ4 دولار للوحدة. وأنت يا يوسف لو كنت بتدفع، عشان برضه الشرائح الكبيرة بتدفع تقريبًا ثمن الكهرباء بتاعتها. لو حسبتك على ثمن الكهرباء الحقيقية اضرب في 5 من اللي أنت بتدفعه دلوقتي. صحيح. لو أنت بتدفع 2000 هتدفع 10. 10. طب أنا ما دفعتهملكش يا يوسف. مش انا عبد الفتاح، مصر، مصر الغلبانه دي.